شوف هذا ريال هناك قاعد. اي ايه انت يمسك سندويتش. اوكي. اكل شويه. ايوه. بادي اكل. ولا اكل. يلا. جلدي. ليش ترد نعمة الله؟ مو فقير بتشيل؟ خذها ولا قاعد هني تكذب على العالم؟ انت فقير ولا مو فقير؟ عمي اخذها. مشكور. طار اخر زمن. ترفعون عن نعمة بعد. تدري لو ما ماخذها كان سحبتك سحب هني قطتك برا السوق. عمي ما صار إلا الخير. لا تحط ببالك، ترى في ناس وايد ما تخاف الله. شلون يكون رئيس عصابة ويرضى يتحمل هالمواقف؟ أكيد طارق غلطان. السلام. عليكم السلام. ايش فيك عسى ما شر؟ ورطه يا جابر ورطه. يقول ايش صاير؟ لا تخراني. اليين يبيني اسلم الاشرم فلفل بضاعه الليله. والليل ما صارت الا الليله؟ زين كان حاولت تاجل موضوع التسليم لو يوم واحد على الاقل. ما اعطاني فرصه. انت تعرفه اكثر مني. بعدين ايش راح نسوي؟ ما كل لن أجل موضوعنا. وتهجى الزعيم الجديد راح يرضى؟ ما أدري بس بحاول معه. الريال يبي يملك هالأسبوع. إيه ما في مانع. يعني أقول له خلاص؟ إيه خلاص. قولي له وحياكم الله. إنزين وشمس؟ موافقة ولا لا؟ مو أقول للريال وتالت قص ويهي. لا ليش تقص ويهج؟ قولي له بس ها أعطونا فتشة يومين ثلاثة عشان نتجهز. على بركة الله. زينة يبب ويه خلت من اليباب شربي شايك.